بين صربيا وكوسوفو تاريخ طويل من الصراع عاد إلى الواجهة مجددا عقب تنصيب رؤساء بلديات من أصل ألباني في شمال البلاد، حيث تتمركز الأقلية الصربية وما تخلله من مواجهات. القصة بدأت عندما تظاهر محتجون في بلدية زيفيتشان شمال كوسوفو لمنع رئيس البلدية من ممارسة مهامه. رئيس البلدية كان مصحوبا بعناصر طبعا من الشرطة التي دخلت في اشتباكات مع المتظاهرين واستخدمت قنابل الغاز، مما أسفر عن إصابات في صفوف الطرفين. بلدية زيفيتشان وغيرها من البلديات الواقعة في شمال كوسوفو ذي الأغلبية الصربية كما تشاهدون هنا في الخريطة يرفضون أن يكون رؤساء بلدياتهم من أصول ألبانية ويطعنون في شرعية نتائج الانتخابات المحلية التي قاطعوها أصلا. رئيس الوزراء الكوسوفي ألبين كورتي دافع عن مرافقة الشرطة لرؤساء البلديات الجدد، وقال على تويتر إن من حق المنتخبين في انتخابات ديمقراطية أن يتولوا مناصبهم دون تهديد أو ترهيب. الرد الصربي كان أكثر صرامة، إذ قال وزير الدفاع الصربي ميلوس فوزيفيتش إنه أصدر أوامر بتحرك قواته عاجلا إلى حدود كوسوفو، وأضاف أنه من الواضح أن الإرهاب يستهدف الطائفة الصربية في كوسوفو حسب تعبيره. هذه التطورات الخطيرة بين صربيا وكوسوفو عجلت بتدخل دول غربية على الخط. الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يدعو بريشتينا وبلغراد إلى الانخراط في الحوار الذي يقوده الاتحاد الأوروبي، وقبلها أدان بيان مشترك بين الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا أدان قرار حكومة كوسوفو الدخول بالقوة إلى مباني البلدية في شمال كوسوفو، ودعاها للتراجع فورا ووقف ما وصفه بالتصعيد وحثها على التنسيق مع البعثة الأوروبية. من جانبها أدانت الخارجية الروسية ما اعتبرتها خطوات كوسوفو الاستفزازية وحملت واشنطن والاتحاد الأوروبي مسؤولية ذلك. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا السيد باسل الحاج جاسم الباحث في العلاقات الدولية والخبير في شؤون القوقاز من لاهاي عبر خدمة سكايب. السيد باسل أهلا بك، ما أسباب هذا التوتر في كوسوفو؟ هل هو متعلق بالإنكار الصربي الضمني لاستقلال كوسوفو أم أن هناك أسباب أخرى؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. نحن أمام منطقة تتداخل فيها تعقيدات التاريخ والجغرافيا مع قوميات وإثنيات مختلفة، ومشهد التوتر هذا يتكرر كل عدة أشهر، لكن جذور المشكلة أو السبب الرئيسي هو أنه على الرغم من وجود 117 دولة تعترف باستقلال كوسوفو الذي أعلنته عام 2008 عن صربيا، إلا أنه حتى اليوم صربيا لا تعترف بهذا الاستقلال، وكذلك صرب كوسوفو، وما زالوا يدينون بولائهم لبلغراد ويعتمدون عليها ماليا. هذا هو السبب الرئيسي للمشكلة، واليوم مشهد التوتر الأخير سببه المباشر هو انتخابات البلدية التي قاطعها الصرب في شمال كوسوفو، حيث أنهم أقلية في عموم كوسوفو إلا أنهم أكثرية في أربع بلديات في الشمال على حدود صربيا. نعم، ولكن على الرغم من ذلك استقطبت هذه التطورات العديد من ردود الفعل سواء من أوروبا أو من الناتو أو حتى من روسيا. هل يمكن أن تدخل هذه القضية ضمن الصراع الإقليمي في المنطقة؟ في كل مرة تشهد هذه المنطقة توتر، الأنظار تتجه دوما نحو روسيا والأطراف الغربية بسبب الخلافات على سواء موضوع كوسوفو، معروف تاريخيا منذ أن أعلنت استقلالها كانت موسكو ضد هذا الاستقلال ولم تعترف به، وهو ما يعيق دخول كوسوفو أو أن تكون عضوا في الأمم المتحدة، بالإضافة طبعا للأزمة الأوكرانية المشتعلة مؤخرا. كانت هناك اتهامات من مسؤولين في كوسوفو أنه قد تكون موسكو لديها رغبة بإشغال أوروبا في نزاع آخر في منطقة أخرى مثل البلقان المعروفة تاريخيا بالنزاعات الدموية، لكن الحالة الديموغرافية والمشاكل الاقتصادية
مع الأوضاع الدولية ربما لا توفر بيئة لحرب جديدة اليوم في وسط أوروبا، بالإضافة طبعا لوجود قوة من حلف الناتو قوامها أكثر من 3500 جندي نعم في المنطقة مسؤولة أو لديها مسؤولية ضمان الاستقرار في كوسوفو، أيضا قد تعيد سيناريو مثل هذا. نعم لكن استمرار هذه التوترات وعدم حل الجذور نعم الرئيسية للمشكلة أشكرك، ينذر دوما في اندلاع حرب قد تتوسع. نعم أشكرك جزيل الشكر سيد باسل الحاج جاسم، الباحث في العلاقات الدولية والخبير في شؤون القوقاز، كنت معنا عبر خدمة سكايب من لاهاي. شكرا جزيلا.